ولتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا قسد في سوريا ضد المدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد. مرحبا بك معنا. مساء النور، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. مقتل مدني في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا، ومحاولات جديدة لزعزعة وصنع نوع من البلبلة في تلك المناطق مجددا، من يقف خلفها باعتقادك ولماذا في هذا التوقيت؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع كل التفجيرات والعبث الأمني في المنطقة الشمالية بالكامل طبعا تقوم بها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني بيكيكي، طبعا تريد وراء ذلك خلق بيئة غير آمنة للشعب السوري الموجود في هذه المنطقة الذي هجر قسريا إلى هذه المناطق ولم يختار أن يأتي إلى هذه المنطقة بإرادته. في الواقع طبعا إيديولوجية هذا الحزب وذراعه قسد في الواقع هما يعني لديهم إيديولوجية عدوانية. ليس من الآن طبعا أشبه هؤلاء بحركات الصهيونية التي كانت تجري في السابق، حركة شتيرن ونحال وهاغانا التي كانت تعمل في فلسطين محتلة من أجل طرد الفلسطينيين وفرض واقع جديد، وطبعا تطمح هي بمساعدة الغرب والتحالف بحد ذاته، تطمح بأن تقوم هناك يعني عبارة عن إقليم لها في هذه المنطقة، فتعمل دائما على تغيير ديموغرافي للمنطقة. وكان آخر هذا طبعا آخر هذا العمل التي تقوم به يعني وليس ببعيد هو حادث سجن غويران الذي طبعا هجر منه سكانه الأصليين، وهذه المسرحية طبعا قامت بها قسد بالتعاون مع حليفتها التي تدعمها أمريكا. كل الأعمال التي تقوم فيها من قصف وقتل مدنيين طبعا غايتها عدم وجود استقرار في المنطقة والبقاء. طبعا هم عبارة عن ميليشيات، هذه الميليشيات عبارة عن بندقية مأجورة. نعم. كان ربيبها الذي ترعرعت بين يدي البي كي كي والتي هي فرع منه حاضنها يعني النظام حافظ الأسد في السابق، والآن قسد من يرعى قسد؟ قسد يرعاها الآن نظام بشار أسد المجرم، على الأحرى هو ليس نظام إنما هو رئيس زعيم ميليشيات موجودة في سوريا يدعمها، وهناك تنسيق بين قسد وبين أسد على أن تكون هي عبارة عن شوك في خاصرة. هل سيد عبد الله، هل تعني بالتشبيه الذي تفضلت به قبل قليل تشبيه هذه الميليشيا بمنظمات إرهابية صهيونية كانت تعمل في فلسطين قبل عام 48، هو في يعني وجه شبه في تركيزها على المدنيين واستهدافهم ومحاولة تهجيرهم كما فعلت تلك المنظمات في ذلك الوقت، لماذا شبهتهم بهذا التشبيه؟ يعني في السابق عندما قامت إسرائيل أو الحركات الصهيونية التي كان يزعمها مثلا شتيرن إسحاق شامير مثلا، يعني الدعاية التي يقومون بها ماذا مثلا؟ يعملون على قتل مجموعة من المدنيين ضمن قرية ويطلقون الآخرين، فالآخرين يذهبون إلى قرية أخرى ويفخمون الموضوع ويعني ينشرون دعاية بأن الحركات الصهيونية والمنظمات تقوم بقتل المدنيين، فيقوم هؤلاء بالرحيل عن المنطقة. وهؤلاء أيضا عندما يقومون بقصف المدنيين وتفجير السيارات المفخخة في الأسواق، الغاية منها هو يعني تهجير هؤلاء من هذه المناطق. طبعا أنا قلت أنهم لم يختاروا المجيء سواء من درعا أو من الغوطة أو من حمص أو من المناطق بالكامل، لم يجئوا يعني طبعا بإرادتهم، وطبعا هم لديهم إيديولوجية معادية وفكر معادي للإنسانية وضد تركيا طبعا، لأنهم هم يقومون يعني بمناوشات دائما ضد الجيش التركي ويشكلون خطر على هذه المنطقة. وطبعا اتفاقية عام 1998 التي تم الاتفاق بين تركيا ودمشق على أن يكون حق لتركيا في الدخول في الأراضي السورية لملاحقة هؤلاء العناصر الإرهابيون طبعا والذين هم مصنفون. كيف تقيم الرد من الجيش الوطني السوري المعارض على هذه الانتهاكات؟
طبعا يعني طبعا هو لا شك يجب ان تكون هناك رده، ليس رده فعل، لازم يكون هناك تدابير احترازيه ايضا اضافه الى رده الفعل. يجب ان يكون هناك يعني عمل استخباراتي كبير جدا في المنطقه، طبعا يحمي هذه المنطقه، التدابير الاحترازيه لمكافحه الجاسوسيه، لان هناك عناصر استطلاع من بي كي كي وعملاء ايضا من ابناء المنطقه وايضا عملاء شبيحه من خارج المنطقه. ومنذ فترة قريبة تم القبض على شبيح من منطقة الغاب، كان يعمل وينقل سلاح لصالح ميليشيات قسد من مناطق طبعا سيطرة النظام، وتم القبض عليه. طبعا موضوع التدابير الاحترازية وتمتين وتحصين الجبهات وتحصين الحواجز وتنسيق التعاون، تنسيق التعاون السلكي واللاسلكي وتنسيق وتنظيم الإشارات بين الحواجز الموجودة، ويعني جعل الحواجز الموجودة على كل الجبهات تحت قيادة واحدة. يعني لو كان هناك أحادية في القيادة وقيادة مركزية لكل الحواجز الموجودة والفصائل، وانتهينا من عمل الفصائلية وقمنا بتشكيل هيئة أركان وهيئة عمليات تقود كل الحواجز للتعميم على السيارات المشبوهة. تعني بذلك الإجابة عن السؤال التالي حول أن العمليات والرد بالقصف غير كافي، إنما ينبغي أن يكون هناك عمل منظم استخباري وغيره لمحاولة يعني التحكم بالأوضاع في تلك المناطق. لماذا باعتقادكم لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات من قصد تجاه المدنيين؟ يعني المجتمع الدولي طبعا نحن ضمن مجتمع أحادي القطب، أمريكا التي تقود العالم والتي حركت تحالف جاء إلى الشمال الشرقي من سوريا، طبعا هي يعني لا تخجل أحد تقول أن حليفتها في المنطقة هي قسد، وقسد في الواقع هي التي تحمي حقول النفط، أكبر حقول النفط حقول تينك وحقل بئر عمر وإرميلان وكراتشوك، هذه مناطق من يحميها تحميها قسد. وطبعا بداية المسرحية التي طبعا قامت بها أمريكا واختزلت المشكلة السورية والأزمة السورية في منطقة محددة وهي التي هي يعني منطقة عين عرب بمحاربة داعش، في الواقع طبعا الموضوع أكبر من داعش في سوريا، الموضوع هو موضوع يعني موضوع شعب مدمر ويقوم بمحاربته رئيسه الذي نقول عنه رئيسه يعني تجاوزا جدلا نقول انه رئيسه، لانه هو من قام بمحاربه هذا الشعب. فلذلك لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي؟ لان امريكا هي التي تحرك المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يقول بالفعل من الان انه حليف لقسد، ويقوم طبعا بماذا؟ يقوم بتقديم الدعم القتالي واللوجستي والاداري لقسد، طائرات الشحن، كثير من المطارات كانت عباره عن مطارات زراعيه في الحسكه، تم تجهيز وتأهيل هذه المطارات الزراعية ويعني قيام بنية تحتية، إنشاء بنية تحتية لهذه المطارات من أجل أن تستقبل طائرات شحن كبرى. تقوم الآن أمريكا بدعم قوات قسد في هذه المنطقة، وأصبحت الآن يعني هذه الأسلحة التي تدخل لقسد ليست أسلحة خفيفة أو متوسطة، أصبح هناك يعني سلاح ثقيل جدا يكدس لقسد، وكأن هناك في الأفق طبعا يعني ما يتم العمل عليه سرا من أجل تفخيم قسد، وتبدو أثاره على أرض الواقع كما تفضلت سيادة العميد الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد. شكرا جزيلا لك.